عاملين ايه النهارده؟ جبنا لكم تحدي جديد مع احمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ جايبين لكم تحدي النهارده جديد. كل واحد جايبين لنا 4 شاورما، كل واحد 2 شاورما وبيبسي، والبيبسي خارج التحدي يا جماعه. والعقاب اللي هيخسر هياكل على قفاه. ماشي، هاخد بالقفه كده نجوز كده. جاهز؟ جاهز. طبعا هنجهز الشاورما الاول، طلع حاجه وكده.
خلينا في سؤال ثاني حاجه. طبعا يا شباب كده احنا خلصنا التحدي وانا اللي كسبت واحمد هو اللي هياكل على قفاه. هنروح نغسل ايدينا ونرجع لكم وننفذ العقاب. طبعا يا شباب دلوقتي يعني ندلوا على قفاه ويبقى هو العقاب بتاعه. جاهز؟ جاهز. هناكل على قفاه دلوقتي. بالراحه. شريك. تو. بالراحه. لازم يطرشم. ما يطرشم بس مش كده. طب يا نزل ايدك. يا عم مش ما تشدش رقبتك. No, 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 no. اكتبوا لنا اقتراحاتكم، اكتبوا لنا عقباتكم تحت والتحديات تحت. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. مش عايز تقول حاجه؟ اه والله ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان القفا، عشان خاطر القفا يا شباب، واشتركوا في القناه. يلا مع السلامه.